يا عرفي طيح يا عرفي طيح انت وين مسلع علاش علاش مس هاي 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 على السرعه القصوى وا عرفت عليه وين انا مسلسل ضربت عليا واو كان ركبوا الجيت سكي مراكش اوكي السلام عليكم زازلز اوفردوز مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي فيديو جديد اخوتي واليوم تحدي جديد اللي هربان ديال بصح كما كتشوفوا حنا كاينين في مدينه مراكش وعلاش جينا بالضبط لمراكش تخيلوا معايا علاش كما قريتوا في العنوان غنجربوا الجيت سكي وفي مراكش اخوتي عارفين لا بزاف ما يفهموش شنو البلان تبعوا معنا الفلوق وغادي تفهموا غير هو قبل نمشيو نتغداو جيت لمراكش وما ضربش طنجيه ما بلانش العزاوي ليتس جو نتغداو عاد نمشيو اخوتي نجربوا الجيت سكي في مراكش يلا يلا علاش كتقلب في جيبك وانت قلتي لي لي جيت سكي في مراكش كيفاش البلان وعلاش كتقلب انت دابا كنقلب على البحر شوف غنمشيو للبلاصه اللي غنجربوا فيها الجيت سكي وغادي تفهم شنو البلان ولكن بين لي راه حقاش غيكون سباق بينك وبين زكريا سباق الجيت سكي كيفاش وماشي غير في الجيت سكي حتى في الطانوبيلات ويلي كاينين دوك ديال الكارتينغ حتى هما غتجربوه واو غنجربش معايا يانيس انت شنو ما غديريش ما غنجربش وعلاش ومعايا الدري شوف معاك يانيس يانيس غاديش غنديرو يانيس غنخليوه مع الوالده وغادي تجربي حتى انت الجيت سكي ضروري حقاش غتسابقي معايا وغتسابقي معايا حتى في الطانوبيلات لا لا ما كنعرفش نصوب ما مالك زكريا ماشي مقلب هذا مقلب آه. ماشي مقلب شنو؟ انت دابا غير وجد لي راسك لحقاش ضدك غيكون هشام والله ديما مزكر مع هشام غنربحو يلا بين ليا ناضي شو كي واقفين اخوتي خديو الصف شو هادشي كامل على قبل الايس كريم ولكن يستاهل اخوتي مع الحراره في مراكش واخا دابا راه وقيته ديال العشيه ولكن حاسين بالزمت سخونيه ياك هشام شوف راه قد يكون هذا اخر ايس كريم غتاكلوه في حياتكم علاه راه ديك التجربه غنجربو ما ساهلاش ضروري شي واحد فيكم ما يغرق ولا يجيب شي ربحه يلا غنشارجي لكم هذا مزيان صافي يا 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 فراسكم ما كرهتش يعطيني هذه اللعيبه كامله نشدها ونبقى غادي كندور بها وكنضرب فيها بالمعلقه وكاين الوان والاشكال كاينين يا 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 بصح سي هشام وبحال اش كيبان عامر هي لا هي لا ولا متقل عليك يا ريس شوف 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 على ديكور صافي غاتاكلي الطنجيه مقابله مع الساحه كامله ديال جامع الفنا صرعتيها اه والله صرعت شو شو هشام راه شاد بلاصتو زرب عليك هاي جلسه واعره عاوتاني واعره خذ دوك ثلاثه الكراسه ديالك هي راه كلشي ديالي بوحدي طيب انت لا تخلص شوف دايرين واحد اللعيبه هنا خطيره بحال ديالها شفتي سام بحال ماكينه الخياطه ماشي بحال دابا حنا كنقصيو وكنخيطو في نفس الوقت زاهية هاي 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 شكون فاق عاوتاني بس يانيس ويانيس كيشوف فيك ابتسام كيقول لك واش توكليني الطنجية دابا ولا شنو؟ بغيت ناكل بغيت تاكل فيك جعت انت راه ديك الضحكة راه ديك الضحكة كنتسالوا عليك في هذا الفيديو ما شفناهاش زيد 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 والو ما بغاش مغوش راه الصاد ديال مراكش عاوتاني يجي في شكل ولكن غيولف السلام اول حاجة جات هي صلاة ماروكان اخوتي داكشي كيبان واعر عاوتاني ياك الله يلا واعر واش ما كتزكلي حتى حاجه الايس كريم ديتي ليه هشام انا ديتي ليه سلاطه زايد اخوتي بلا ديال الفريتش قرمله هو هذاك سير السي هشام الله لا دكتيها هكا يا ابتسام الله لا دكتيها هكا يا نيس هك هكا يا نيس كول 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 ما ياكلهاش هكا الوالده بسم الله بسم الله بسم الله اي الوالده ما نقدش نحيدها ما تقدرش تقول لها لا بطبيعه الحال هاد الطويجنات هادو حيت غتحط فيهم شنو طنجيه البراد وخبيز يا سلام هادي ديالي انا وابتسام الوالده يلا غنتهلاو فيك انت وزكريا ديالكم هذه لا تحقق ديال الرابعه جاي هي جاي واو ضربتي علينا صاحبي علاش عطيتي من معسلة علاش علاش من معسلة علاش معاهم انا في هذه انا معاهم في هذه صافي انا امي هذه دبروا راسكم صراحه كاين فرق بين هادي وهادي انا معاهم في هنا صراحه يلا تغداو راه مازال تابعكم هاي لا تغداو المهم اخوتي العزاوي راه ما عندكم ما تسالوا الريجيم هو الريجيم ما بقاش كنشرب مناضه غادي كنخصها شي اتاي ولا شي كوكا ولكن واحد البلان شنو هو كضرب منها الطاجين منها الطاجين كي درتي كي درتي انا جيت لوسط والله القسم اللي كياكل من هنا ومن هنا اه يا قال لك هذه معلته اه يا حتى هي فيها ما يدا ايوا والله هما نضربوهم بجوج شو تبارك الله شو هذه شحال بقى فيها شو هذه هذه سالات المهم المغامره ديال اليوم غادي نعيشوها عند كومبليكس سبورتيف اول حاجه عجبتني عندهم هي انهم دخلوا ماكينات موديل 2023 شي حاجه ما دايراش اخوتي والفضاء عائلي ويمكن لك تجرب بزاف ديال ليزاكتيفيتي وحتى من الاثمنه دايرين اثمنه مناسبه
وحتى من البارك اللي كتحط فيه الطانوبيل كيدخلك في داك المود والجو ديال السباق والمنافسه. وهذه هي الحلبه اللي غادي نتسابقوا فيها في الجوله الاولى. راه يمكن لكم تجربوا فيها الكواد بالنسبه للدراري الصغار وحتى الكبار، او اللي يمكن لكم تجربوا فيها هاد السيارات ديال الكارتينغ بطبيعه الحال اللي معروفين هما باش غادي نتسابقوا. وكاين هاد البلاصه هادي اللي كما كتشوفوا يمكن لك تجلس تسرح فيها تحت الظل وتشوف وليداتك كيلعبوا، وكاين هاد الريستو حتى هي اللي يمكن لك تراقب فيها وليداتك وتشرب فيها شي حاجه. وهذا هو الجيت سكي اللي غادي نجربوا اخوتي. شوفوا المضمار ديالو قداش راه ما يمكنش شي حاجه الهربه، كتحس براسك في البحر وفي نفس الوقت دايرين لك فين تسابق. المهم فهاد اللحظه انا هبطت من الريستو وغادي عندهم مباشره باش نشوف واش واجدين. لقيتهم كيتسناو ومتحمسين للسباقات اللي غادي نديروا اليوم، وحتى من يانيس عايش معنا اللحظه حيت الجو تما يا سلام. المعقول دابا غادي نتسابق انا زكريا. هاو زكريا غادي نسبقو نربحو. هاو المضمار، شو المضمار. هاو زكريا، واحد جوج ثلاثة. سيش كتسنى سيوار، ويلي شو هربت عليه. واه هربت عليه، ويلو واه كدير شو كدير مطار. بالنسبة للسباق ديال هشام وزكريا، في البداية هشام هو اللي كان محتل الصدارة، أما زكريا فكان متعثر ومتأخر بسبب أنه ما كيعرفش يسوقها نهائيا. شوفوا شنو وقع عليه في هذه اللقطة. كان كل شويه كيحشيها في حيط وكنجيبوا فريق الانقاذ باش يعاونوا، ولكن هادشي غير في الجولات الاولى. هشام كان فرحان وما عارفش بلا الدنيا دواره حيت هادي اللفه ما قبل الاخيره، وزكريا هو الاول وصل فيها وتصدمنا ديال بصح. هنا هشام زير الصنطه وحاول انه يدرك الموقف ويتلحق به قبل ما نجيو للدوره الاخيره ويربح زكريا. الصراحه تصدمنا كاملين. هنا زكريا كما كتشوفوا فرحان وهشام بقى في الحال. اولولا اوبا حذري اولولا. لا 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 يا لطيف. واحد جوج ثلاثة. هادي كابتن سام. ويلي سبقاتني. واو بحالاش انا صايب بيدي وحده. اي عندك. السلام عليكم، لاباس عليك. انا جيت عندك. كتدخل فيا ابتسام. لا حشم عليك، راه ماشي ديال الساطور هادو. فراسكم بلاصه ديال السباق عمرها حتى ابتسام. كتسناني كتهرب عليا. وي راه سباق هذا. يلا الله يعاونك. ويلي اما بالنسبه للسباق ديالي انا وابتسام فالحماس دانا اخوتي، واستمتعنا باللحظه ونسينا التحدي ولقينا راسنا ناشطين وفرحانين وعاجبنا الحال اخوتي، حيت هذه فرصه لا تعوض انك تنشط مع العائله ديالك ومع اصحابك وحبابك. ولكن في واحد اللحظه بالضبط وقفت باش نشد الكاميرا عند ابتسام ديال جو برو فلقيتها زربات عليا ودخلت في الجو ديال السباق، وكما كتشوفوا وصلت هي الاولى وربحتني اخوتي بسبب الجو برو. ما يمكنش في الاخر عطاتني الجو برو وهي تسبقني، خلاتني وهي تسبقني. هي مستعد هشام؟ مستعد. يلا اخيرا غنجربوا اخوتي جيت سكي في مراكش. تخيلوا معايا
غنركبوا الجيتسكي في مراكش. يمكن جات الفكره الله يتعرف انا ديال بصح. المهم اخوتي كما العاده غيتسابق هشام وزكريا صافي. عندكم ثلاثه الدورات غنحسب لكم هنا ملي كتوصل لهاد البلاصه يعني صافي ثلاث الدورات صافي. واجدين واجدين. هشام غيجرب الركبه هو الاول. هذيك انت هشام كي جاتك بعدا الجلسه مرتاح واكل التفاح قبيله راه سبقك زكريا. نعول عليك دابا تسبقو. والله تنسبقو. يلاه في ليا الجلسه هو هذاك جيت سكيب ما تفهم فيه والو. سميتو اخوتي اكوا كارت صافي. يلاه في ليا زكريا. علاش لابس الجيلي؟ غير مترو السجيل. وراه قال لك هنا كاين غير مترو ديال العمق. والو ما غارقش اصاحبي. واش بغيت تسوي هنا؟ يلاه سير سير سير. علي زكريا سير ركب ديالك. شوف اخوتي غيتمحل غير باش يركب هذا زكريا هذا. يلاه سير اليوم ما ها عاوتاني. الي زكريا الي زكريا سير زكريا. هو يطيح باقي كاع ما طلع. ها بشوي عليك بشوي عليك. سير غندير اكسيده. سير شوف شوف هادشي ناضي. سير زكريا سير طريق السلامة. والله حتى وانا واش الماكي كيدير الطرش. شو 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 هشام كيسوق جيت سكيب شو 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 هشام اخوتي كي كيدير الفيراجات وزكريا موراه باقي معطل. ولا هشام ولا هشام ويلي 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 اش كيدير الفيراجات والسخوط ناضي بصحته. مشى زكريا مشى. واو عاوتاني زكريا زرب على هشام. هشام اخوتي راه هو في كيبان ليا جاي في اللور. ما يمكنش الله ما يمكن هرب عليه زكريا. هاي 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 على السرعه القصوى. هاي هاي زكريا بغى يطير. ويلي ويلي شني بريما هنا هو هشام. ها هو اخوتي جاي تيتمتع وكيصور مع راسو. شو هذا السيد هذا كيدير. واو ما يمكنش متعه هربان اخوتي. واو قال لك ابتسام فراسك شدتني الخلعه. شدتك الخلعه ناري شي جيت سكي وما كتعرفيش ليه. وجيت سكي وكنخاف نطيحش قال هنا والسرعه مازالو كي هنا كاينه السرعه وكاين الفيراجات جيت سكي ضروري نجربها. جيت سكي راه في البحر مؤمن لحقاش كتقاد الدور في البحر عادي. هنا كاين السباق والمسمار ناري. واش دير راسك ابتسام دابا غتجربي تحمس. اوي الله شوف زكريا اخوتي شوف فين مشى. شوف فين مشى راه ماشي تما بدخله. والحمق والهبيل ابتسام واش دير راسك؟ راسك انا مخلوعه مخلوعه. شوف حلاش اخوتي هيج هيج شي وابتسام دارت من ناقص. لا 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 ابتسام بصح هشام وربح ربحتي هاد المره. ها هو اخوتي مازال كاع ما قدر يبلاصي بلاصتو خصو يبلاصي في هاد البلاصه هادي. ويلي 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 يا ابتسام غادا سير ابتسام راه هو العزاوي فين كاين غادي حتى هويا. ويلي 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 شوف 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 يخدم الجو برو. وهاي ابتسام موراه زايا شوف شوف كتشير وي غتسنى ابتسام. هيا جي هيا جي ولا ابتسام. غتجي تصوت وتخدم هاد اللعيبات راه ما يمكنش. واو سيدي هنا كاين واحد الفيراج خطير كما كتشوفوا الخوت. ابتسام جايه وبداو كيجيو المواج. واو كتحس براسك كطيح في راسك. هيا جات هيا واو كترشلي كترشلي خشاشه. علي ابتسام زربات عليا. واو وبحال زربات عليا ودارت المواج. شوف 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 كيفاش كتفيراجي ابتسام. ما يمكنش. واو ما يمكنش ابتسام كيفاش فيراجات. ها هو العزاوي مورا. سير العزاوي علي سير سير زايا سير. وين العزاوي سير انت العزاوي ناطي. هاي ابتسام يلا جاي سبقها العزاوي. هاي 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 صحة العزاوي. وين وين؟
زاهي اخوتي صراحه كانت تجربه واعره عند كومبلكس سبورتيف. حتى نتوما الا بغيتو دوزوها المعلومات ديالهم غتلقاوهم في الديسكريبشن ولوكاليزاسيون ديالهم بطبيعه الحال. وما يمكنش نجيو لمراكش وما نضربوش الخبزه العجيبه قلنا نختموا بها هذا النهار هذا اللي داز واعر بزاف وتبعناها واحد العصير داكشي. يا سلام يلا نتقاطعوا في فيديو جديد. باي باي.